مدير ايه؟ انا مش فاهم حاجه. مدير المشرحه يا بابا، بقول لك بعد يومين بقيت المدير. انت بتهزر يا ولا؟ هو دي حاجه فيها هزار؟ ولا انا قلت ان انت هتنبسط وتفرح لي وتفتخر بيا زي ما انت كده فخور باخواتي ملوك البيتزا. لا لا، اخواتك دكاتره. عموما بقى لعلمك انا مش بس بقيت مدير، انا بقيت بكلم الجثث وهي بقت بترد عليا وتقول لي حصل لها ايه. تكلم الجثث؟ شوف يا حبيبي، عادي يعني، هو ممكن تكلم الجثث، بتحصل يعني، انما ان الجثث ترد عليك دي تبقى مشكله. ها، هي بصراحه كانت بترد عليا. يبقى لازم اجيب لك مستشفى المجانين تاخدك من هنا حالا. في يا بابا، انا بهزر معاك، هو في حاجه اسمها يعني جثث بتتكلم بجد؟ طب قول يا اخي، قوم تقول دعابه كده، خلينا افهم. بس فهمني يعني، بس ازاي يعني هيعملوك مدير وانت يا ابني زي ما انت شايف كده وانت في الضياع خالص يعني؟